بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم على بركة الله وحفظه، انطلق شوطنا الخامس في مجموع هذه الأشواط. يبقى هو الشوط الأول الرئيسي لانطلاقات الصعوب، وأتمنى كل التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. ما شاء الله، وصايف مع شعار جورج سالم بن حسن بن محمد الخاطري. الله، يبقى الشوط الأول بعده، يبقى الشوط الأول النقل على المركز الثاني. هناك المدينة، سالم بن هلال بن طناف الراشدي، حذاري من هذا الاسم وعينكم على التوقيت. النقل على المركز الرابع، الله الله الله، يا المرعب يا المرعب، علي بن سيد بن محمد الكعبي مع غزاله. نقلتنا على المركز الرابع هناك من الجانب الاخر في هذه اللحظات الحاصر، وسعيد بن محمد بن سعيد المري. وخامس المراكز ما شاء الله، ثمينه لمحمد بن سيد بن محمد بن خلفان لغويص. هكذا كانت النتيجه، هكذا كان الوصف التفصيلي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول الشاعر السبوق، الله يخليها، ولكن بقول انا وصايف، ولكن انا بقول المدينة الله يخليها، اظهرت سرعة من اللمة لو العصا سيدة ولا تيها. يا الراشدي روحها في السير مهتمة، وعيبتني شلت يديها، ونمدحت المدح في حلة. سعد من يجني شراويها، يا الرز وسعد من تصبح حلالة. والمعلق نواف يطريها، قال هاي السبوق ملة معروفة، ما تحتاج تعريف، ما تبغي تعريف. شعار نار علم ما شاء الله، نار على علم دائما إلى الأمام. سالم بن هلال بن طناف بن طناف بن طناف إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط. قلت لكم راقبوا التوقيت، قلت لكم راقبوا التوقيت، خبرتكم عن التوقيت، خبرتكم عن التوقيت. اللي بالناموس دلة، ورت من خيار سلالة، حلوة شكل تشفي العلة، والتيم الأفضل هي تنال. الراشدي الراشدي إلى مدينة العين للمرة الثانية مع المدينة. تهانينا سالم بن هلال بن طناف الراشدي المركز الثاني، والثالث أيها الإخوة والرابع لمحمد بن سيب بن محمد بن خلفان الغويص. ما شاء الله ما شاء الله، دقيقتين 16 ثانية ما شاء الله، 82 جزء من الثاني. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حدث جميل يا الراشدي، حدث مميز ما شاء الله هنا على أرضية هذا الميدان مع انطلاقات الصعوب. يا سلام، أتمنى كل التوفيق، أتمنى كل الناموس هنا مع هذه الانطلاقات المميزة والجميلة.